مرحبا، أنا على تل من تلال جزيرة بويوك أدا، يعني الجزيرة الكبرى بين مجموعة جزر ببحر مرمرة مقابل اسطنبول. في معلم على هالتلة قليل العالم تعرف بوجوده، هو الثاني أكبر مبنى خشب بالعالم، اسمه بالتركي برينكيبو روم يتيم هانيزي، يعني الميتم روم بجزيرة برينكيبو، اسم اليوناني لبويوك أدا. شو قصتها؟ مبنى الخشبي، بس تصوروا شو يعني ينبنى مبنى خشبي بالخشب فقط على مساحة 20,000 متر وفيه 200 غرفة. بنى سنة 1903 ليكون كازينو وفندق، ولكن ما حصل على رخصة. شو بدنا نعمل بهالمبنى الكبير؟ سيد من النخبة تبع مجموعة الروم بالقسطنطينية اسطنبول تشتري، اسمها إيليني ظريفة، وبتقرر تقدمه هبة للبطريركية المسكونية الأرثوذكسية اللي بتحوله لميتم، وبيشتغل كميتم من سنة 1903 لسنة 1964، وبيتسكر على خلفية التشنجات بين المجموعة اليونانية والمجموعة التركية بقبرص. حاليا في مشروع لإعادة تأهيله، لأنه من المباني الفريدة بالعالم. أنا اسمي شارل حايك، تابعوني على هيريتج أند روتس.